السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا مستر محمود فؤاد، والنهاردة إن شاء الله مكملين كورس الفونكس من البداية. قلنا إن شاء الله إن احنا هنشتغل كورس فونكس من الصفر للاحتراف. بدأنا المرة اللي فاتت بتعريف الصوتيات، وقلنا إن الصوتيات معناها الفونكس، واتكلمنا عن أهمية الصوتيات وليه الصوتيات مهمة علشان أطور مهارات اللغة الأربعة: الرايتنج، الريدنج، الليسننج، السبيكينج. اتكلمنا عن مستويات الصوتيات، عملنا مقدمة عن الحروف بتاعتي، قلنا ان هما 26 letters، في 21 consonants 21 ساكن، وفي 5 vowels 5 حروف متحركة، واتكلمنا عنهم بالتفصيل. لو ما كنتش اتفرجت على الفيديو ده هسيب لك الفيديو على الشاشة دلوقتي، وفي التعليقات، في التعليقات هسيب لك لينك القناة، وهسيب لك لينك بقائمة الكورس كاملة احتفظ بيه وشغله من وقت للتاني، هينزل عليه كل الفيديوهات علشان ما نتوهش من بعض يعني. وهسيب لك لينك جروب الواتساب، حابب تنضم لي لأي أسئلة حابب تسألها أنا هرد عليك إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله معدنا مع بداية الفونكس، وهنتكلم عن الصوتيات من البداية، من بداية الحروف. هنبدأ مع بعض بليتر A 1 2 3، بين السطرين ال A small. letter A واحد من ال consonants ولا ال vowels. لازم تبقى عارف ان الحرف بتاعي ده حرف vowel يعني متحرك. اتفقنا ان ال vowel عنده two sounds، واحد اسمه short واحد اسمه long، واتفقنا برضو ان ال long vowels بتنطق زي النيم بتاعها زي اسمها، فبطبيعة الحال ال long A هينطق A. طيب امتى بنطق شورت؟ زي ما اتفقنا برضو المرة اللي فاتت ان السي في سي لما يبقى عندي consonant vowel consonant يبقى الفاول ده هيبقى شورت. اوكي، فانا عندي شورت A هينطق A. خلينا ندرس بعض الكلمات اللي بتبدأ بلتر A. عندي apple A P P L E، عندي كلمة A N T A N T، عندي كلمة axe أكس، عندي كلمة alligator أو alligator. alligator يعني التمساح، نوع من التماسيح يعني. واتفقنا لو أنا بنطق British alligator هنطق T، دي حاجة اسمها true T. true T دي T حقيقية واضحة جدا، T هتنطق ت ت ت، ودي موجودة في البريتش اكسنت. اما لو هنطق امريكان هقول alligator، فالتي هنا لو جت between two vowels هيبقى اسمها حاجة اسمها flap، تي هتنطق دي خفيفة. ركز قوي في نقط الفونكس دي علشان مهمة جدا جدا. طول ما احنا ماشيين ان شاء الله في شغلنا هنفرق ما بين البريتش اكسنت والامريكان اكسنت. الاختلافات مش كتيرة الحقيقة، ولكن لما نبقى عارفينهم بتبقى حاجة كويسة جدا، او كمان لما الولاد الصغيرين بيبقوا عارفين الفرق ما بين البريتش اكسنت والامريكان اكسنت من هما صغيرين، الموضوع هيبقى بالنسبة لهم سهل جدا. يبقى ده بالنسبة لي letter A. بعد كده لما نروح للحرف اللي بعده، حرف اللي بعده هو letter B. letter B هيكتب بالطريقة دي 1 دايرة السطر اللي فوق، وبين السطرين B 1 2. خلي بالنا ان انا بكتب من فوق، بسيب قلمي وبطلع اجيب البي من فوق لتحت بين السطرين. letter B لازم نسأل نفسي هل هو consonant ولا vowel، هل هو حرف ساكن ولا حرف متحرك. طبعا letter B consonant. طب قلنا الconsonant عنده كم sound؟ عنده just one sound، عنده صوت واحد، سواء جه في أول الكلمة سواء في نص الكلمة سواء في آخر الكلمة هيديني نفس الصوت. خلينا نشوف الكلمات اللي بتبدأ بلتر B. عندي كلمة bear B E A R، وخلي بالنا ان ال E مع ال A هتديني long E، واللونج E هينطق زي اسم حرف ال E، ولكن في الكلمة دي هتنطق bear. يبقى زي ما اتفقنا احنا بنتكلم في قواعد صوتيات عامة، ولكن لازم نبقى عارفين ان لكل قاعدة شواذ.
طيب الشواذ دول هل ليهم قاعدة معينة؟ لا، لازم احفظهم زي ما هم، ما لهمش قاعدة. فانا عندي كلمة bear، ال e a هنا هتديني air، ولكن ال e وال a في الغالب بتديني long e e. عندي كلمة bear، ها تاني كلمة عندي bad، هنا في middle sound او middle sound هنا short e ب short e، لان ال e هنا جت between two consonants، فانا هنطق bad bad. بعد كده عندي bird، ال i مع ال r بتديني الصوت ده زي كلمة girl bird okay. كمان الصوت ده ممكن يدهولي ال u مع ال r زي كلمة hurt زي كلمة burn يعني يحرق burn. الكلمة اللي بعد كده عندي في letter b، عندي كلمة banana ب نا نا banana banana، يبقى دي كلمات letter b. sound بتاع letter b هو ب sound، اتفقنا ان هو consonant ساكن عنده just one sound. بعد كده نروح للساوند او الليتر اللي بعد كده، هو ليتر سي. ليتر سي وكتبته بالطريقه دي، ليتر سي هل هو كونسونانت، هل هو كونسونانت ولا فاول؟ هو كونسونانت، اتفقنا ان في العموم ان الكونسونانت عنده just one sound، ولكن السي من الحروف مع الجي اللي عندهم two sounds صوتين. الصوت الأول اسمه soft، الصوت الثاني اسمه hard. امتى بنطق soft؟ لو جه بعد السي ثلاث حروف e i y، ودول لازم احفظهم زي كلمة circle، زي كلمة cycle، زي كلمة center. اوكي، في العموم انا بنطق hard. الهارد سي هتنطق ك ك ك، زي مثلا كلمة cat، زي كلمة coat اللي هو المعطف. خلي بالنا ان ال o مع ال a من الحروف اللي بتعمل لي long o. يلا بينا نجمع بقى مع بعض قواعد الصوتيات المهمة، لازم الفيديو ده واحنا بنتفرج عليه والفيديوهات اللي جاية واللي فات لازم يبقى معانا ورقة وقلم ونسجل كل نقط الفونكس ونذاكر كويس جدا ونسمع كتير علشان نبقى نماستر الفونكس، نبقى ممتازين جدا في الفونكس، علشان بعد ما نخلص ان شاء الله كل قواعد الصوتيات هنبدأ نشتغل منهج اسمه ماستر امريكان اكسنت، هنتفوق جدا في الامريكان اكسنت ان شاء الله. يبقى هنا letter C، الكلمات اللي بتبدأ ب letter C ك آ ت، هنا letter C ينطق ك، يبقى أنا هنا نطقت hard C. أنا عايز بقى أبقى عارف أنا بنطق الصوت إيه واسمه إيه وإيه الحروف اللي بتعمل لي الصوت ده، تمام؟ أنا عايز أدرس صوتيات بفهم، عايز أبقى وإحنا بنعمل reading نبقى عارفين كل صوت ده الصوت بتاعه ايه، الحرف كل حرف بيعدي علينا الصوت بتاعه ايه، وايه الحروف اللي بتعمل لي اصوات مختلفة، كل القواعد دي نبقى عارفينها. لما اقول مثلا كلمة cat ابقى انا عارف ان السي هنا ينطق ك، ده الساوند بتاعه، اسم الصوت ده hard c، ال a هنا between two consonants فهتبقى short a، short a هتنطق a، خلي بالنا تنطق a مش a آ، وهنا عندي تي هتديني ت ساوند. اوكي، تاني كلمة كلمة كار، كار هنا برضو السي هتنطق ك ساوند، الاي هنا الصوت بتاعها مختلف شوية ممكن يديني آ آ زي كلمة فاذر فاذر، والتي اتش في كلمة فاذر هتنطق
ذ، رمز الصوت ده كده ذ ذ، والاي ار في نهايه الكلمه هتنطق ار ار، وده في الامريكان اكسنت. في البريتش اكسنت ما بينطقوش الاي ار خالص، او الار في نهايه الكلمه بيقولوا father father. الكلمه اللي بعد كده عندي cup cup، letter c ينطق ك، اليو هنا between two consonants فهتنطق short short u short u، هتنطق a a a. اخر كلمة عندي كلمة computer computer او computer. طبعا لو انا مش هنطق ال er في الاخر وهنطق ال td true t، يبقى انا هنطق هنا British computer. لو انا هنطق ال td دي خفيفة لان هي between two vowels، هنطق computer computer computer. اوكي، يبقى انا هنا نطقت ال t between، يبقى انا هنا نطقت ال t between two vowels، نطقتها حاجة اسمها flap t، اللي هي الفلاب t اللي هي t between two vowels، ودي بتنطق دي خفيفة ودي في ال American accent. اوكي، بكده نكون انتهينا من درسنا النهاردة. هنذاكر كويس جدا letters A B C، الكلمات بتاعتها sounds بتاعتها، لو في sounds زيادة احنا شرحناها هنذاكرها كويس جدا عشان هتقابلنا في المستقبل. الفيديو ما ننساش، لو الفيديو عجبنا لازم نضغط لايك للفيديو، نعمل سبسكرايب للقناة ونضغط على رمز الجرس علشان يوصلنا كل فيديوهات الكورس، وضروري جدا لو استفدنا بحاجة نبعت شير لأصدقائنا، نعمل شير مع أصدقائنا ونبعت لينك الفيديو لأصدقائنا علشان كلنا نستفيد. أشوفكم على خير المرة الجاية، السلام عليكم.